بشكل مفاجئ وعلى غفلة أليمة ودعا مصفف الشعر الشهير توني صوايا الحياة بعد مسيرة طويلة مع الفنانين والمشاهير. الله يرحمك ويرحم ترابك توني صوايا، حتضلك عايش. أنا بحكي عن حالي شخصية معي، لأنه ما حأنسى وقفته معي أول ما بلشت أفتح صالوني. عطاني مبلغ من المال وقال لي رد لي يا وقت اللي بتقدر، ووقف معي وقفة رجال. موتك خضتني، فاجأتني. الله يرحمك. ما بعرف شو بدي أقول، يعني مظلوم أنا، يعني شاب صغير، يعني فجأة. الله يصبر أهلك، قلبي معك. الله يرحمك. يعني صراحة ما عم يجي مني الكلام. فقد اليوم عالم الجمال والموضة أحد أهم رواده بوفاة مصفف الشعر الشهير توني صوايا بعد صراع مع المرض. رحل المبدع في عالم تسريحات الشعر لمسات قلوب كبار نجمات في لبنان والعالم العربي، وكان توني صوايا اسما لامعا في سماء الجمال. تميز بتناسب جميع الأذواق والمناسبات، تعاون معه أشهر النجمات تاركا بصمة لا تمحى على إطالتهن الساحرة من أحلام وأصالة ونانسي عجرم ونجوى كرم ومايا دياب وغيرهم. وكانت النجمة مايا دياب من بين أول من نعى الراحل بكلمات مؤثرة عبر خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي، وعبرت عن حزنها الشديد لفقدان صديق عزيز. ما كان شخص بشتغل معه وعادي، كان قريب علي وكأنه من أهلي، حنون راقي شبعان كرامته ما شفت إلها مثيل. يلا ما عم صدق إنه راح، ونحن كان المفروض سوا مسافرين، شي ما عم بقدر صدقه. أرجوكم ادعوا له الله يرحمك يا صديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان. شو صعب لاقي مثلك، الله يرحمك يا حبيبي يا طوني يا غالي ويصبرنا يا رب. رحل توني صوايا تاركا وراءه فراغا كبيرا في عالم الجمال والموضة، لكن إبداعه وذوقه الرفيع سيبقان خالدان في ذاكرة من عرفه وأحبه. رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.